مرحبا مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي شاشه قناه النيل الازرق وايضا محبي ومتابعي برنامج كاميرا بي ان. كاميرا بي ان مشاهدينا اليوم من داخل مدينه شندي، وتحديدا من داخل اسوار جامعه شندي، حيث تحتفل الجامعه مشاهدينا بكرنفال التخريج الثالث للاعوام من 2003 الى 2017، والذي جاء تحت شعار خريج واعد لوطن رائد. مشاهدينا، هذا الكرنفال بتشريف رئاسة الجمهورية وأيضا برعاية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي دكتور سمية أبو كشوة، وأيضا بإشراف البروفيسور تاج السير حسن محمد أحمد مدير الجامعة. إذا مشاهدينا، هناك العديد من الفقرات في هذا الكرنفال، ابقوا معنا. من نشاد غلام عقلي ليك شهم، من نشاد غلام عقلي ليك شهم، أنت مقصدي وعشمي في الملم، أنت ساد بنايا والآن هدم، بمشي فوق خطي وتعال قدم قدم، بمشي فوق خطي وتعال قدم قدم، يمني مع حيدر على صم، يمني مع حيدر على صم، وسيلة نطاهمون صم يا أمم لينا بالكرم، وسيلة نطاهمون ومن عرفتك تعقلي بيك تم، وأنت مقصدي وعشمي في الملم، أنت ساد بنايا والآن هدم، بمشي فوق خطي وتعال قدم قدم، بمشي فوق خطي وتعال قدم قدم، بمشي فوق خطي وتعال قدم قدم، يمني مع حيدر على صم، يمني مع حيدر على صم، وسيلتنا طاهمونتنا صم يا أمم لينا بالكرم، وسيلتنا طاهمونتنا سيد الحرم سيد بير زمزم، سيد البنى الفوق ومخيم، تاج تاج وغار به ومعمعم، لابس الانوار بها ملسم، آه الانوار بها، لابس الانوار بها ملسم. نرحب بكم جميعا حضورا كريما، وأنتم تشرفون احتفالات الجامعة بتخريج كوكبة النيرة من أبنائها في مختلف الكليات والتخصصات والدرجات العلمية، فبكم تتألق اللحظة ويزدان المكان. الإخوة الكرام، لقد عقدت الجامعة العزم باكرا للإعداد لهذا الكرنفال، واختارت له شعارا ينطلق من أهدافها السامية تجاه المجتمع والبلاد، وهو خريج واعد لوطن رائد، حيث اخترنا أن يكون خريجونا وعدا صادقا لمستقبل زاهر لصاحب الريادة والفخامة فينا وطننا المفدى. أيها الجمع الكريم، سبق للجامعة أن أقامت حقلين كبيرين لتخريجها، كان أولهما عام 1996
والثاني عام 2002، وكلاهما في عهد البروفيسور المرحوم علي محمد عبد الرحمن بري، نسأل الله الله المغفرة والرحمة. وها هي الآن تحتفل بالتخريج الثالث بأبنائها المتخرجين فيها، ويقام هذا الاحتفال لخريجي الأعوام من 2003 إلى 2017، حيث تخرج في هذه الفترة عدد 21,452 طالبا وطالبة في مختلف الدرجات العلمية، يتوزعون على الكليات على النحو التالي: كلية الدراسات العليا 600 طالب وطالبة، كلية الطب 1595، كلية علوم المختبرات الطبية 1729، كلية علوم التمريض 1840، كلية الصحة العامة 1149، كلية القانون 1610، كلية التربية 3474، كلية الآداب 3415، كلية الدراسات التنموية 747، كلية الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال 3665، كلية العلوم والتقانة 1628. وهنالك كليات أضيفت حديثا ولم تخرج، وإن شاء الله نلتقي على التخريج في الأعوام المقبلة.
ها قد مضت أعوام كان قد بدأنا فيها المسير، ورست السفينة بمن فيها وحطت، وقيل الحمد لله رب العالمين. فعام بعد عام، ومنكم من يختار أن يكون له العمل الحر والفكر الحر يساهم به في رفعة وبناء هذه البلاد. تخرجون ليس فقط محصنين بالعلم ولكن بالخلق الرفيع، وهذه هي مهمة الجامعات، أنها تفتح الآفاق للطلاب والطالبات، تبين لهم الطريق، ثم تطلب منهم أن يسعوا في الأرض مفكرين باحثين يبحثون ولا ينتهي بحثهم ولا علمهم بأخذهم لهذه الشهادة. يرجو منكم هذا البلد الكريم الذي علمكم، ترجو منكم هذه الأسر الكريمة التي ربتكم أن تردوا هذا الدين، ورد هذا الدين يكون بالعمل الجاد وبالمساهمة الفاعلة في نماء ورخاء هذه البلاد. إذن مشاهدينا مشاهدي شاشة قناة النيل الأزرق وأيضا مشاهدي ومتابعي برنامج كاميرا بي إن، دي كانت كاميرتنا حضور اليوم مع جامعة شندي، وهي تقيم كرنفال الخريج الثالث للأعوام من العام 2003 إلى العام 2017، والذي جاء تحت الشعار خريج واعد لوطن رائد. انتهت حلقتنا اليوم مشاهدينا، حتى ألتقيكم، خليكم متفائلين وحبوا الحياة، مع السلامة. عبك عمر حلال شبك يا ليلى، وقادر بكسا يا ليلى صاق عبلي حمر يا ليلى، ويقال قريب الكلام يخوج الشايل بقيام يا ليلى، وقادر بنقسى يا ليلى هوي. وقت الموت والسجع سريع الكفل الصقيع يا ليلى، وقادر بنقسى يا ليلى هوي. صاق عبلي حم يا ليلى، ويقدر قريب الكلام يخوج الشايل بقيام يا ليلى، وقادر بكسى يا ليلى هوي. وشلع تخوضاتي ما بيخاف عرسنا البخيل، تم شكراتي
صديت الخيول وقمعت طريقي بعدي ما بيقف صالح حديد حوين سولهم كفا سولوا الجهاد حمزة وعلي وعثمان ما بيخاف سال حديد انا حماي من قوت الجهل القوف ولا قسمه معروف في المعاز وفي الدود كتير عشمه ما بيخاف تدخل فوق مكان النحاس خلف شتمه ركز البخيت البال والنظر ختمه ما بيخاف صالح حديد انا حماه